وعليكم السلام. نعم. لو سمحت يا شيخ، رمضان اللي فات كله افطرته كنت لسه والده، فانا كده رمضان الايام، ورمضان ده جه عليا وانا ملحقتش اقضيه. عليك قضاء الايام التي افطرتيها ولو بعد رمضان ان شاء الله بعد العيد. القضاء والكفارة ولا؟ لا، قضاء فقط، ليس عندنا نص يلزمك بكفارة. هناك من العلماء من يقول بكفارة إذا مرت سنة، لكن ما عندنا نص يلزمك بكفارة، إنما هو القضاء فقط، لقوله تعالى في عدة من أيام أخرى.